الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأصلي وأسلم أيضا على جميع أنبياء الله تعالى ورسله، والصلاة والسلام على موسى وعلى عيسى وعلى جميع أنبياء الله تعالى. أشكركم على حضوركم غاية الشكر، وأنا ممتن لكم بهذا الحضور، وأشعر أن الذي يمتن على الآخر هو أنتم تمتنون عليه، وقد أحسنتم إلي بهذا الحضور. أعلم أنكم بوقت دراسة، وربما عندكم عدد من الدروس أو الاختبارات، لكنكم فضلتم أن تحضروا هذه المحاضرة لأجل يعني أن تستفيدوا إن شاء الله تعالى، وأن أستفيد أنا منكم فيما تطرحونه إن شاء الله تعالى في آخر هذه المحاضرة. أشكر هذه الجامعة أيضا، جامعة برلين للتكنولوجيا، أشكر الجمعية DMSV الإخوة الذين قاموا بتنسيق هذا اللقاء، أشكر الجميع حقيقة على هذا الحضور الطيب وعلى هذا الاهتمام بهذه المحاضرة، وأسأل الله تعالى أن يجعل لنا جميعا فيها النفع بإذن الله. بسم الله، alles Lob gebührt Allah und alles Heil und Allahs Heil und Segen seien auf den Propheten Mohammed, Musa, Moses und Jesus.